اللايف سايكل بتاعت الجهاز الطبي من ساعة ما بيخش باب المستشفى لحد ما بيتكهن. الجهاز بيتكهن، يعني ايه يتكهن؟ يعني يحال إلى المعاش. يعني ايه جهاز يحال إلى المعاش؟ يعني جهاز لم يعد داخل المستشفى. انت دلوقتي هتلبس قبعة جديدة، يعني ايه تلبس قبعة جديدة؟ يعني تبتدي تفكر من أول وجديد، انسى موضوع المصنع ده خالص، وانسى موضوع التوكيلات وان هي بتبيع الأجهزة لا، الأجهزة خلاص وصلت لحد باب المستشفى. هتبدأ لايف سايكل جديدة من أول ما دخلت باب المستشفى. احنا قلنا في الجدول اللي قدامكم ده في كلمة ال سي ستيج اللي هي اختصار ايه؟ لايف سايكل. العمود الثاني عنوانه ايه؟ العمود الثاني مش الثالث، جينيريك نيم. شايفينها ولا مش شايفينها؟ انا مش هقدر ابين كل حاجه. شايفين كلمه جينيريك نيم دي؟ يعني ايه جينيريك؟ الاسم العام اللي هو يعني مش متخصص في تخصص معين. انت دلوقتي هتقولي طب هو في تخصصات يعني في اللايف سايكل؟ هقول لك بتوع البيزنس عندهم لايف سايكل، البروجكت مانجمنت عنده لايف سايكل، الجماعه بتوع الفاينانس عندهم لايف سايكل، الجماعه بتوع الريسك مانجمنت عندهم لايف سايكل، احنا في الصيانه عندنا لايف سايكل، اوكي؟ الجماعه بتوع البيولوجي عندهم لايف سايكل. يبقى اذا في لايف سايكلز مختلفه حسب الايه؟ التخصص. ولكن الاسم الجينيريك هو ان هو بيبقى فيه انكيوبيشن بيرث، مش عارف ايه الكلام ده كله. الاسماء الجينيريك دي ما تخصناش كتير. انا ليه بعرضها؟ امال بعرضها عشان تبقى فاهم معنى المرحله دي ايه. فلما نقول مرحله الانكيوبيشن اللي هي مرحله اللي بيسموها الحضانه، او الحضانه دي معناها ايه؟ معناها ان هو حاجه لسه يعني يتموت يتعيش. فانت بتحاول ان انت تخلي بالك ان انت يعني توصلها لمرحله ان هي ايه، تتحرك للامام. خلاص، ده المقصود بيها. المقابل لها في الميديكال ايكويبمنت في المستشفى ان انت بتعمل حاجه اسمها اكوزيشن. خلاص، الاكوزيشن دي اللي هي معناها ايه بالعربي؟ معناها الاستحواذ على الجهاز، يعني انت بتجيبه بتشتريه. خلاص، اشتريته وخلاص اصبح ملكك. ولكن مش معنى ان هو اصبح ان هو اشتريته ان هو كده بيشتغل وان هو بقى زي الفل والكلام ده كله، لا، دي مرحله بدائيه جدا لسه في وراها مراحل زي ما هتشوف. تمام، هل في مرحله قبل الانكوبيشن؟ احنا بنقول اه، في مرحله اسمها قبل الانكوبيشن في مرحله اسمها كونسبشن. الكونسبشن اللي هي انه يبقى في الجنين نفسه اول نطفه له، اول بدايه له نهائي خالص. فاحنا بنقول قبل الاكوزيشن بيبقى في مرحله قبلها ان انت بتكتب مواصفات الجهاز. ما بتشتريش جهاز من غير ما يكون له مواصفات. فاكرين حد فيكم فاكر يعني ايه مواصفات اجهزه؟ يعني لما اجي اقول لك، يعني لو انا حطيت لك حاجه كده في الامتحان وقلت لك دي اسمها ايه، دي تعرف ان دي مواصفه مش مواصفه، تقدر تميزها؟ لا، مصيبه. مش بنتقدك، بس بقول يعني اذا كنت انت احسن واحد وانت مش عارف يبقى مع الباقيين يبقى ايه بقى. المواصفه احنا قلنا، فاكرين لما اتكلمنا على الاحذيه وقلنا طب والباركود علاقته بالاحذيه؟ لا 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 لا، انسى بقى اللي فات ده. اللي فات ده كان الاف دي اي لكن ده مش مواصفه، ما كانش مواصفه خالص. يبقى قبل الاكوزيشن في مرحله كونسبشن اللي هي المقابل لها في الميديكال ايكويبمنت، مرحله اللي انا لسه قايلها دلوقتي اللي هي كتابه الايه؟ المواصفات. كتابه المواصفات احنا لما قلت الكلام ده في اول الترم قلت ان انت بتبقى في مواصفات لكل حاجه، حتى الجزمه اللي احنا بنشتريها ما ينفعش تروح للشو شوب وتقول له انا عايز اشتري جزمه. واخد بالك؟ بتبقى ما فيش مقاس. فالمقاس اللي هو 39 وكذا ده جزء من وصفة الجزمة. طب بمناسبة الجزم يعني بكلم جد، هل في مواصفة تانية في الجزمة غير السايز؟ ماتيريال. بس الشكل هتميزيه ازاي؟ لازم انا عايز حاجة يعني حاجة اقدر يعني اكتبها.
اللون النوع الخامة الماتيريال والكالر. ها يبقى استخدامها بالظبط كده. دلوقتي حتى بيميز ما بين الووكينج والرننج والتنس والباسكت، صح؟ كل ده موجود. وبعدين الجزم اللي هي الكلاسيك ساعات يميزها، يقول لك الجزمه عريضه ولا جزمه مش عريضه، صح ولا لا؟ انا فاكر مره كنت في السعوديه وكان معايا واحد من خريجي هندسه طبيه برضه، وكان بقاله يمكن 10 سنين متخرج، وبعدين بيساعدني كترخيه يعني، فرايحين السوبر ماركت، فانا عايز اشتري فرش سنان، فانا واقف بختار حولكم انا ايه اللي وقفت قدامه لمده دقيقه، فهو مستغرب انا يعني ما تاخد فرش اسنان وخلاص، انت يعني واقف ايه بتعمل ايه يعني، عينه بتقول لي كده. فبعد ما اخترتها فبقول له انت وشك يعني مستغرب ان انا واقف دقيقه بختار الفرشه، فقال لي اه، قلت له لان انا عايزها ميديوم. قال لي يعني ايه ميديوم؟ هو دي فيها ميديوم؟ قلت له اه، في سوفت وفي ميديوم وفي هارد، معرفش تعرفوا المعلومه دي ولا لا. قال لي انا اول مره في حياتي اسمع ان الفرش اسنان تختلف. عنده كان ساعتها مثلا 30 سنه. اوكي، في ناس هتعيش وتفضل ممكن ما تستخدمش فرش اسنان في حياتها اصلا، واخد بالك؟ فا اه موجودين. يبقى اذا فرش اسنان لها مواصفات. بمناسبه الكلام ده، هل فرشه اسنان از ميديكال ديفايس اور نوت؟ خلي بالك ده ممكن يجي لك سؤال ترو اور فولس، والنقط كلها بتجمع في الاخر، يعني ممكن تيجي لك مثلا 30 ترو اور فولس او 20 ترو اور فولس، فانت تبقى واحده مش مشكله، اثنين يعني ها برضو اوكي، لكن لو ستة سبع اخطاء هتيجي تلاقي نفسك جايبه، مش انت يعني تعرف انت ليه ببص لك، انا الوحيده اللي حافظه اسمك يعني، فتلاقي نفسك جايب مش انت برضو، ها واحد من ورا مينا ما تزعلش عشان حافظ اسمك برضو، ما مش ف 13 من 20، يبقى دي حلوه كده 13 من 20 دي، ده سؤال من الاسئله، وده اللي انا بلاحظه لما بصحح المسائل، تبص تلاقي ايه نقط بتتسرسب كده منك نزيف واحد ورا الثاني. فانا لو جيت سالتك كده توث براش از ا ميديكال ديفايس ترو اور فولس، ولو قلت ترو اور فولس هتقول واي، فاللي قال ترو حد عنده يقول فولس؟ طيب اللي قال ترو الباقيين ايه نيوترال، اللي هو هيسيب السؤال مفتوح او يعملوا لي الحركه العجيبه اللي بشوفها بقالي سنين دي، واحد اخترعها يكتب التي ومعاها شرطه في النص فتبقى تي واف في نفس الوقت. يعني انت بقى يعني القلم بس جاب شرطه كده في النص، واخد بالك ازاي؟ اللي هو يعني فاللي قال ترو قال ترو ليه؟ ها يعني على ايه؟ يعني ليه علاقه بالهيلث، صح كده؟ لانه الاسنان دي جزء من الهيلث، فما هياش واخد بالك ازاي حاجه يعني حاجه بره 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 فكره الميديكال، خلاص؟ بالاضافه لكده كمان هي بتخش في كافيتي الماوث كافيتي، واخد بالك ازاي؟ فيبقى اذا تعتبر هنا بارشلي انفيسيف لانها بتخش جوه الكافيتي مش من على سكين من بره، فاهمين قصدي ايه؟ فلما نيجي نقول بقى الفرشه السنان ايه السبيسيفيكيشنز بتاعت فرشه السنان غير انها ميديوم وهارد وسوفت، بارشلي يعني مش فولي انفيسيف، لان فولي انفيسيف دي هتخش فين؟ في الدم، في الكلى، في فاهمين ولا مش فاهمين؟ فيبقى انت بت 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 ليه ما يجيش لاي واحد كده مثلا محل بيطلع بيصنع احذيه واقول له مثلا روان ايه تعمل لي فرش سنان بالمره، ايه المشكله يعني؟ ما مش 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 لوغاريتمات يعني، ايه المشكله؟ ليه انا محتاج انها تبقى فرش السنان دي تبقى لها مواصفات؟ عشان لو الماتيريال اللي فيها ماتيريال ممكن تكون مش بايو يعني مش كومباتيبل للبيولوجيكال الميديوم اللي جوه البق ده، ممكن تسيب تبقى ليها توكسيسيتي، عارفين ايه توكسيسيتي؟ سميه، وممكن تبقى الشعيرات البسيطه اللي فيها دي تقع منها وتبلعها انت سيادتك، وتبقى انت واخد بالك بلعت بلاستيك،
وانتوا عارفين البلاستيك ما هوش ديجريدابل، يعني هيفضل قاعد بقى شويه كده لحد ما الله اعلم يحصل ايه. فاهمين قصدي ولا مش فاهمين؟ طيب كل ده عشان اشرح ان في حاجه اسمها مواصفات. فالمواصفات انتوا لو سمحتوا، طبعا انا لو الوقت ما هيجي معايا هوريكم شكل المواصفه، واتمنى الوقت يعني يسمح لنا بكده المره الجايه. لو ما سمح لناش كل واحد يفتح يشوف كده، يكتب كده سبيسيفيكيشنز ويكتب اسم جهاز يقدر يفهمه. عايز تكتب اي سي جي اكتب، عايز تكتب انفيوجن بامب اكتب، عايز تكتب الجهاز اللي انت فاهمه. خلاص طيب نفهم الاول المجموعه اللايف سايكل فيزز دي، وبعدين بعد كده نشوف العمود الثالث ده. يبقى اول قبل الاكوزيشن في ايه؟ سبيسيفيكيشنز، وبعدين اكوزيشن، وبعدين بعد كده في فكره الانستاليشن والكوميشننج. ايه بقى الانستاليشن وايه الكوميشننج؟ الانستاليشن معناها ايه؟ تركيب. تركيب. والكوميشننج معناها ان انا اجراءات قبول الاكسبتنس بتاع ان الجهاز كده جاهز ان هو ايه يبدا العمل. بمعنى انا بسالكم يعني السؤال ده، هل بمجرد ما ركبت الجهاز انا ضمنت ان هو قابل للتشغيل بشكل نهائي؟ الاجابه لا، لان هو ممكن يكون في اختبارات معينه بتتعمل عليه قبل ما اشغله. خلاص، من ضمن الاختبارات دي الكاليبريشن، ان اول ما الجهاز بيركب المفروض ان الجهاز ده بيتعمل له كاليبريشن قدام الزبون قدام الكاستمر، ويتشاف ان هو فعلا الاداء بتاعه سليم. انتوا لو حد فيكم راح مثلا يشتري نجفه في محل بتاع نجف او باباجور، او راح بلاش يشتري حتى اباجور، رحت اشتريت لمبه ليد، اوكي، هو البياع مش بيجربها لك الاول قبل ما تشتريها، صح ولا لا؟ هو التجربه دي بتاعت اللمبه ان هو بيقول لك هي نورت اهي، كانها نوع من الكوميشننج، واخد بالك ازاي؟ يعني هو بيقول لك اهي شغاله اهي. طبعا هي مش فول كوميشننج. ليه؟ لان هو اللمبه دي ليها مواصفات اخرى. من مواصفاتها طبعا اللي يرد يعني اللي يجيب لي اجابه شافيه للسؤال ده يبقى كويس، بالرغم من سؤال تافه. فنرجع تاني بقى للسؤال اللي انا كنت بساله. مين يحاول يفكر في الإجابة؟ أقول إن ورا أهو. الوات رقم واحد. دي اسمها إيه بالإنجلش؟ أيوه. لومينيسنس. وحاجة تالتة بقى اللي هي إيه؟ يعني ما يجيبهاش إلا ال طب واحد واحد. قول تاني. ما هو قال الوات. ايه غير الوات؟ ماشي، هو طبعا الحراره اللي خارجه منها دي كانت زمان از بيج ايشو، دلوقتي بعد الليد ما بقتش بيج ديل يعني، لكن ماشي يعني دي ممكن ما نقولش عليها غلط يعني. لكن في حاجه مهمه. نعم؟ كويس انك سحبت. عارف لما تبعت رساله على الواتساب وتعملها ديليت؟ ديليت اول، بالك ازاي هو كده. ماشي برضو، بس هو ما بقتش طريقة التركيب دي برضو ما بقتش بقت ستاندرد دلوقتي. ماشي برضو، ما الفولتج ماشي. انا بدور على حاجة معينة اللي هي ليتل بيت مور انجينيرنج عن اللي انتم بتقولوه، يعني مستوى اعلى شوية في الانجينيرنج. قول تاني. يعني عدد ساعات. ماشي ماشي ماشي، مش غلط ولا واحده من دول غلط. بس في حاجه بقى يعني اللي هي بقى ايه اللي جاوب عليها، بقول لك يبقى فعلا من يعني من النبهاء جدا يعني. بس ما بتتقالش فريكونسي، بقى بتتقال ايه؟ ويف لينث. ليه ما انا معترض على كلمه فريكونسي وقلت ويف لينث؟ لا ما اقصدش، اقصد ليه كلمه فريكونسي مش كلمه مناسبه وكلمه ويف لينث هي المناسبه؟ فهما هما انفرس لبعض، يعني هما انفرس لبعض.
ولكن الالكتروماجنتيك ويفز بتبقى مور سبيسيفايد باي ويف لينث يعني في الكتب الفيزيكس. فاهم ولا مش فاهم؟ فاجابتك صح بس مش بالدقه الكافيه، بس صح. مش ده، لا برضه لا، اصل لما الفيزيكس اتعملت ما كانتش لسه البيولوجي اساسا كعلم، كان الفيزيكس اقدم بكتير، الفيزيكس من ايام ارشميدس والكلام ده، واخد بالك ازاي؟ ما كانش يعرف اللي انت بتقوله ده اساسا. فمن ضمن طبعا الشيء بشيء يذكر يعني ان هو فيثاغورس مشهور، عارفين تسمعوا طبعا، هتبقى مصيبه لو ما تعرفوش. يعني فيثاغورس ده هو جنسيته ايه؟ كانت يوناني. اشتهر بايه بالظبط؟ موضوع المثلث ده اللي هو الواتر ده، ولا صح كده؟ المربع بتاع ده، المربع بتاع ده، المربع بتاع ده، طلع ان هو سرقها من قدماء المصريين، اكتشفوا الحكايه دي ونسبها لنفسه. اه بالظبط، ولكن التاريخ بيسجله هو، وما سجلش قدماء المصريين في حاجه، واخد بالك؟ ويقال كده برضه، واخد بالك؟ وحاجات تانية كتير. حتى ليوناردو دافنشي اختفى 3 سنين من حياته، اكتشفوا ال3 سنين اللي اختفاهم دول، وبعد كده طلع كل الاكتشافات بتاعته كان في مصر. تخيل، عجيبه مش كده؟ ما انا بقول كلام من التاريخ يعني، مش بقول كلام من دماغي. طيب نرجع بقى لايه الفرق بين الانستليشن والكوميشننج. فالانستليشن هو التركيب، خلاص جهاز تركب. الكوميشننج بقى، طيب لو نيجي نديكوا اكزامبل، نقول عندك اوبريتنج لامب او سيرجيكال لامب. السيرجيكال لامب دي عباره عن اللي هي الكشاف اللي بينور للجراح وهو بيعمل العمليه الجراحيه. اكيد كلكم شفتوا منظر الكشاف ده في مكان ما في حياتكم، يا اما في تلفزيون يا اما في سينما يا اما طبعا في الواقع ما اظنش، لكن يعني حد شافه على الواقع في اي تدريب عملي مثلا؟ نعم، كشاف العمليات شفتيه في الواقع بعينك؟ تمام، فانتوا الشباب ولا واحد طبعا شاف. شبه ايه؟ شبهه شويه. اه شبهه شويه، الفرق بينهم بتاع دكتور السنان بيبقى الامينيشن بتاعته اقل ومواصفاته اقل بكتير، عشان هو طبعا مش محتاج يشوف بنفس الدقه بتاعت الجراحه يعني. فالشاهد من الكلام انه لما اجي اقول لك مثلا كشاف عمليات او كشاف دكتور عند دكتور اسنان، المواصفات بتاعته، واقوم حاطط لك حبه كده وبعدين اقول لك مثلا ايه منهم مش المفروض يكون في المواصف. فاهمين؟ عكست انا السؤال بقى، يعني حطيت لك مثلا 4 مواصفات واحده منهم غلط والثلاثه صح، فاهمين النوعيه دي من السؤال؟ فبقول لك مين فيهم اللي غلط، فلازم تبقى انت مركز بقى. بعد الكوميشننج يبقى ايه الكوميشننج؟ الكوميشننج عباره عن اختبارات بتتعمل على الجهاز عشان اتاكد ان هو مطابق للمواصفات. واضحه الجمله دي؟ هي جمله بريئه وتحتها شغل كتير. وبعد كده الاوبريشن، انتم متابعين الجدول اللي قدامكم ده؟ ايه الاوبريشن؟ الاوبريشن ان هو بدا التشغيل، خلاص بدا يشغل الجهاز خلاص. طب وايه يعني لما يعني ليه انا مهتم انا بموضوع الاوبريشن ده؟ لان هو ده اطول فتره في اللايف سايكل بتاعت الجهاز في المستشفى. يعني اذا كان المواصفات بتتكتب مثلا في اسبوع، في اسبوعين، وبتتحط بقى مناقصه وبتشتري الجهاز في اسبوع ولا اسبوعين، وخلاص الجهاز وصل على ابواب المستشفى، اتحط في المخزن لحد ما يركب، يتركب في اسبوع هو كمان، والكوميشننج another week مثلا يعني. طب الاوبريشن كام بقى وقت زمن؟ سنين بنتكلم، وقلنا قبل كده تقريبا المفروض الجهاز يعيش كام سنه؟ تقريبا 7 سنين. هل معنى كده كلهم بيعيشوا 7 سنين؟ قلنا بيختلف الفتره دي من مستشفى لمستشفى ومن جهاز لجهاز،
حسب حاجات كتير قوي دي اللي بتتعلموها في الكورس ده، زي الصيانه بتتعمل صح ولا لا، المعامله بتاعت الجهاز مظبوطه ولا لا، دي نقطه تانيه بس مش يعني مش هي البرايمري. هل الانفايرمنتال كونديشنز اللي انا بشغل بيها الجهاز مطابقه للانفايرمنتال كونديشنز اللي المصنع طلبها ولا لا؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه يعني ايه انفايرمنتال كونديشنز؟ زي ايه مثلا؟ مثلا بس اساس يعني نقطه كويسه مش غلط، الرطوبه، الحراره، التهويه، لانه التهويه دي جزء تاني من الموضوع، واخد بالك، الشمس مش الشمس الى اخره، خارج الاوبن اير ولا اندورز الى اخره الى اخره الى اخره. فيبقى اذا الحياه الجهاز اللي بيسموها اللايف سبان بتاعت الجهاز تختلف من مكان الى مكان، حتى لو هو نفس الجهاز ونفس الشركه. يعني شركه جي اي ركبت الجهاز ده في مستشفى اكس، وهو نفس الجهاز ركبته في مستشفى واي في نفس اليوم او اليوم اللي بعديه، ده عاش 10 سنين وده قعد سنتين، واخد بالك، بناء على العوامل اللي انا بتكلم عليها دي. وفي طبعا بالاضافه لكده العوامل اللي انا قلتها دي، في احيانا بيبقى متعمد ان المستخدم يبوظ الجهاز، يتعمد يبوظه، دي بيسموها ابيوز، بالانجلش بيسموها ابيوز، اي بي يو اس اي. هتقول لي ايه ده، ممكن في حد يعمل كده؟ هقول لك يوه كتير. طب ليه ممكن واحد يعمل كده غير ان هو يكون مجنون مثلا او المفروض يروح مستشفى المجانين؟ ده موضوع تاني يعني. ليه واحد يتعمد يبوظ جهاز وهو يعني خد بالك، قول يعني. لا ده كده غير متعمد، غير متعمد. لا انا عايز واحد متعمد، اللي هو متعمد ان هو واحد جه بشومه، وخد بالك ازاي، بس طبعا مش بيحصل كده يعني، بس زي كده يعني. يعني مش ده الموتيفيشن، مش ده الموتيفيشن، في موتيفيشن اسوأ من كده. ما نجرب كده. غالبا يمكن عايز مثلا ياخد من ميزانيات بيحاول يبوظ الجهاز عشان يجيب له ما هو انت قربت شويه من الحقيقه المؤلمه يعني. ممكن مثلا هو طبيب يعني مش بس، هو الاجابه اللي ورا هي اكثر يعني. قول يا مينا. ايوه هو ده اللي بيحصل بقى، هو ده اللي بيحصل فعلا. فبرافو. فاللي انا شفته بعيني بقى يعني، مش بقى طبعا انتوا يعني مدركين ان انا بقالي اكتر من 30 سنه بعمل الشغلانه دي في المستشفيات، فشفتها بعيني اول ما كنت لسه عندي حاجه و30 سنه كده، وكان احد الاماكن المشهوره بدون ذكر اسماء يعني حكوميه طبعا، والجهاز ما بقالوش سنتين، جهاز معملي وغالي جدا، وبعدين مسروق منه حتت. اوكي، ف مش في حاجه اسمها في الـ حتى في القطاع الخاص اسمها عهده، معرفش تسمعوا كلمه عهده دي ولا لا. عهده معناها يعني بيتمضي على مسؤوليه، انه انا مسؤول عن الجهاز ده، فاللي بيبقى مسؤول ده بيروح في داهيه يعني. فازاي الكلام ده يحصل وبتاع، بقى بشويه انفستيجيشنز كده عرفت ان هو في زي عصابه في المكان ده، العصابه دي مؤلفه من واحد شغال في المعمل، واحد في المخزن، واحد في المشتريات، والثلاثه دول بيتفقوا ان هو القطعه دي هتتشال. ودي احد الطرق، في طرق تانية كتير يعني، انا ممكن ادرس كورس في كيفيه النصب والاحتيال يعني. وبتتشال، وبعدين بيجي الدكتور راجل بريء محترم ما يعرفش ان في مشكله، ايه يا جماعه فين؟ والله مش عارفين يا دكتور. طب ايه اللي حصل؟ طب ايه ده ضاعت ازاي؟ مش عارفين، عارف يعني كده راحت كده. وبعدين الجهاز بقى شويه بشويه بيتركن لان هو مش مستخدم. بيجوا بعد سنه او سنه سنتين، الجهاز ده مركون ليه؟ اصل في قطع ناقصه. طب القطعه دي ثمنها كام؟ ثمنها مثلا $100,000 مثلا يعني. طب الجهاز كله على بعضه اساسا ثمنه $200,000، انا هجيب، وبعدين مين اللي يجرؤ مدير ان هو بعد شراء الجهاز بسنه يدفع $100,000 تاني فيه؟ ده يتسجن. انا اقول له انت بتبدد، فاهم، الميزانيه بتاعت المستشفى.
فبيحصل ايه؟ يتكهن. طب بعد ما بيتكهن بقى، كمل لنا قصه امينه دلوقتي لو تقدر. اتكهن الجهاز خلاص، القطعه اول قطعه المسروقه طلعت، واخد بالك ازاي؟ وفي مستشفى تانية او تاجر معين هياخد الجهاز ده، طبعا هيشتريه بملاليم لان هو خرده، وبعدين بعد ما يشتريه اتفضل خد القطعه اللي اتسرقت اهي، وياخدها، يبقى اصبح جهاز جديد تماما، ويبيعه لمكان تاني، واخد بالك ازاي؟ وخلصت القصه. اللي يشرح لكم حاجه زي كده انا بس، لان انا عارف الكلام ده، شفته بعيني، لولا ان انا شفته بعيني ما كنتش اتخيله. اوكي، انت دورك ايه انت كمهندس طبي في او صيانه في المستشفى؟ لو المفروض كل يوم بيتعمل تشيك اب او تشيك ليست، الجهاز ده شغال ولا مش شغال، يعني ده جزء من المسؤوليه بتاعت المهندس الصيانه اللي في المكان. وفي وطبعا التشيك ليست مش المفروض يبقى ورقي، المفروض يبقى الكترونيك. انتوا فاهمين اللي انا بقوله ولا مش فاهمين؟ فلما التشيك ليست ده بيتعمل، اقدر اعرف في نفس اليوم القطعه دي اتسرقت ولا ما اتسرقتش، يبقى مين اللي كان شغال في المكان ده، يتفتح تحقيق. خدت بالك من الموضوع؟ فانت مهمتك مش بس مهمه هندسيه بحته، انت مهمتك كمان مهمه اداريه، بس اداريه مبنيه على فهم تكنيكال. فاهمين اللي انا اقصده؟ فالاوبريشن هو ده في كل الشغل، اللي هو ازاي هتوفر على، لو طبعا حد فاكر الاسبوع اللي فات كنت بقول انت ليك هدف كمهندس صيانه اللي هو كلينيكال انجينير في المكان، ان انت تحقق هدف معين. حد كنت انا حتى قلت جمله كده، يعني عايز اعمل ايه باقل اسعار، مش عارف ايه كده، حد فاكر الجمله دي؟ يعني يبقى سيف، السيفتي بتاعته مضمونه، والبرفورمانس احسن بيرفورمانس مع اقل ايه؟ اقل كوست. هو ده بالظبط الملخص القصه دي كلها. يحقق الاوبجيكتيف ده ازاي؟ لو كان الموضوع تافه ما كانوش دفعوا في امريكا مثلا مهندس كلينيكال انجينير اللي هو بيبقى مثلا خبره 5 سنين، مرتبه في امريكا بيوصل له حوالي 10,000 دولار في الشهر. فانا ليه بقول الكلام ده؟ لانه اللي بيفهم الشغلانه دي كويس، واقدار الله ما حدش يعرفها على فكره، وممكن واحد يبقى قاعد ويتهيأ ان هو يعني انا ايه اللي يوديني امريكا ولا كندا ولا استراليا ولا البلاد اللي انت بتتكلم عليها دي؟ لا، انا دلوقتي بعد العمر ده كله شفت عشرات، مش احد، عشرات الطلبه من عندنا وراحوا اشتغلوا هناك. بتيجي ازاي؟ مليون الف طريقه، ربنا لما بيريد حاجه ما بتمشي. طيب مش وحشين يعني 10,000 دولار ولا ايه؟ وحشين؟ بقول مش وحشين ال 10,000 دولار، مش وحشين يعني، يمشوا يعني 5.5 مليون جنيه، مبلغ بسيط يعني، فاهم ازاي؟ تمام. طيب فده الاوبريشن. وبعدين بعد كده السكرابينج، والسكرابينج ده بيبقى فيه حاجه اسمها، شفتوا كلمه كوميشننج؟ بيبقى معاه حاجه اسمها دي كوميشننج. فالسكرابينج بيبقى معاه حاجه اسمها ايه؟ دي كوميشننج. يعني لو حد هيعمل يعيد كتابه الجدول ده هيضيف له بندين، فاكرهم يا ابراهيم؟ شكرا. ده لو اتعملت يعني، انا بحلم طبعا ولا حد هيعملها طبعا. فا ايه اذا كان الكوميشننج؟ هو ان انا بعمل اختبارات ان الجهاز مطابق للمواصفات. امال ايه الديكوميشننج ده؟ هعمل فيها ايه يعني؟ ايوه ازاي بقى؟ صح، بس يعني اللي هو ايه تخيلي ايه الاجراء اللي ممكن تاخديه عشان تتاكدي ان هو خلاص ما عادش صالح للاستخدام مثلا؟ ما بيطلعش الاوتبوت المطلوب زي ما التاني في الاول وانت بتستقبليه كان بيطلع الاوتبوت صح، ده دلوقتي كده بقى بيخرف خالص. او بالظبط، الله ينور عليك، او ان السيفتي بتاعته لا يمكن الايه ارجعها للحاله الطبيعيه اللي هي النورمال اوبريشن بتاعتها، جهاز توتالي ان سيف خلاص. او ايه تاني ممكن؟ اسباب اخرى صح، بس دي كلمه يعني انا على انها صح بس ما بحبهاش. ليه بقى؟ ليه الاجابه دي ما بحبهاش برغم انها صح؟ بتقول انه عيوبه اكتر من مميزاته، صح؟ ولكن ليه انا ما بحبش الاجابه دي؟
لانها عامه. يعني ايه؟ يعني انا النهارده عايز اقول لمدير المستشفى عيوب، متخيله كده؟ هيقول لك اه انت كنت فين من زمان يا روان، انا كنت منتظر المعلومه دي منك، واخد بالك ازاي؟ انت لحقتيني، كنت حاضيه من غيرك. لازم الكلام يكون كوانتيتيف، يعني يكون له حاجه اقدر اترجمها الى ارقام، فاهم ازاي؟ فالمبدا صح، ولكن اتفضل. ما هو ده بيحصل امتى؟ ما هو مش اصلا ما بيجيش كده نوع من الهفه، بيجي لهم هفه كده يقول لك ايه يلا بقى نجيب الجهاز وخلاص. بيبقى بيزد على كلامك صح، بس ليه يعمل كده؟ اه يعني هنا ابتدت هي ترجمه الكلام اللي انت قلتيه اونلاين. طب ما سمعتكيش، سوري. يعني الاجابه بتاعت انت اسمك ايه؟ مايا. مايا وروان صح؟ فهم اجابتهم صح، اللي هو انه الفلوس اللي بتصرفها على الصيانه اكتر بكتير من الانكم اللي بيجي لك من الاستخدام. يبقى هنا بنتكلم على حاجه اسمها زي فيزيبيليتي بتاعت الجهاز، او ايكونوميك فيابيليتي. انتم فاهمين الانجليش ده؟ يعني اقتصاديات التشغيل. اقتصاديات التشغيل زي كده مثلا. فانت ابتديت تترجمي الكلام لكلام واقعي بقى. كنت عايز تضيف حاجه؟ طيب وفي حد قال انه، بس انا يعني مش فاكر مين فيكم اللي كان بيتكلم، اللي هو اظن ان هو كان يقصد ان التكنولوجي ما بقتش مناسبه خلاص، بقت اوبسوليت. يعني انت النهارده امتى بتحتاج تغير حاجه حتى لو هي شغاله؟ النهارده في البيوت، اعتقد معظم البيوت اللي يقدر بيعمل كده، غير كل اللمض القديمه التانجستون بلمض ليد. انتوا فاهمين اللي انا بقوله ده؟ بالرغم ان الليد اغلى بكتير، يعني واخد بالك؟ لكن كل البيوت ابتدت تعمل القصه دي ليه؟ لانه بيوفر فلوس كتير جدا. فاصبحت التكنولوجي بتاعت اللمبات القديمه زمان اللي هي بتاعت التانجستون دي اوبسوليت. يعني ايه اوبسوليت؟ يعني عديمه ما اعرفش الترجمه بتاعتها ايه بالظبط. اه يعني كلمه اوبسوليت معناها منتهيه القيمه، يعني او منتهيه الفائده. خلاص فهمتوا الحاجات اللي بتتسبب ان انا، او زي الجهاز اللي اتسرق منه قطعه غيار ده، ما هي نفس الفكره اللي انت بتقوليها. عشان اجيب له قطعه غيار جديده هيبقى اغلى من الفلوس اللي هتجيلي من الجهاز. او ان هو ما يقدرش اساسا من الناحيه الاداريه، ان هو بعد سنه من الجهاز، انت ايه اللي خلاك ازاي اتسرق يعني؟ طيب يبقى دي كوميشننج ريبورت، عباره عن ريبورت بيكتب مبررات ان ايه ليه الجهاز ده هيبقى سكرابت. ومع المبررات دي قياسات، اذا كان في قياسات. واذا كنت بتقول ان هو عشان في تكنولوجي جديده حلت محل التكنولوجي القديمه دي، تكتب ايه التكنولوجي الجديده وايه التكنولوجي القديمه. فهمتوا اللي انا بقوله؟ طيب هل يطبق هذا الكلام في المستشفيات المصريه؟ الاجابه لا. لا. الا ما انا مش عايز اقول بقى لا، يعني على اللي هو بنسبه 100%، لكن هقول ايه بنسبه 99% ما بيحصلش. ايه بتقول ايه؟ ان هو يتعمل ديكوميشننج ريبورت. ديكوميشننج وبعد كده بناء عليه بيحصل سكرابينج. تمام؟ سكرابينج اللي هو تكهين. مفيش حاجه اسمها دي سكرابينج. لا انا ما قلتش دي سكرابينج خالص. لا ديكوميشننج ويتلوها التكهين نفسه. طيب جهاز السي تي الفيليبس اللي موجود في المعمل عندنا في القسم. طبعا انا كل سنه يقول لي فين الجهاز ده؟ انا بقول لهم انتوا عايشين فين امال يعني؟ في معمل اسمه معمل فيليبس، والمعمل ده فيه جهاز سي تي صح كده؟ الجهاز ده جه تقريبا من 10 سنين كويس؟ كان الهدف من مجيء الجهاز ده انه الطلبه يشوفوا الجهاز السي تي من جوه. وعمره ما هيشتغل لانه لازم يبقى فيه شيلدنج ولازم يبقى فيه سيفتي، حاجات كتير ما ينفعش يشتغل. لكن كان الهدف ان الطلبه يشوفوا الجهاز من جوه شكله عامل ازاي، وللاسف ما حصلش. بس مش ده موضوعنا. السؤال بقى دلوقتي، انت بتاخد الكورس ده،
هو الجهاز ده وصل لنا ازاي؟ فهمتوا ازاي؟ هو الجهاز ده ثمنه الجديد بتاعه $500,000، خلاص؟ فمش معقول الشركة هتقوم جاية مدية هدية $500,000. يبقى الجهاز ده كان حكايته ايه بقى؟ كان سكرابت. واخدين بالكم ازاي؟ من الناحية الطبية لم يعد يصلح ان هو يستخدم. ليه؟ ما هو كان بيستخدم قبل كده، لانه ظهرت تكنولوجي جديدة بتجب التكنولوجي القديمة ديت، بتديك حاجة صورة اوضح بكتير من الصورة القديمة اللي كنت انت بتحصل عليها من ريزوليوشن والدياجنوسيس والمش عارف ايه وايه وايه، قصص تانية بالسوفت وير كتير قوي اتعملت. فاصبح القديم ده ملوش لازمة. ليه؟ لانه المريض لما هيعرف انه الدكتور حتى نفسه لما يعرف انه مش هيعرف يشخص تشخيص جيد بالجهاز ده مش هيستخدمه. فقالوا لهم خلاص احنا مش هم... فمين اللي مين اللي هيشتريه؟ ما فيش حد هيشتريه لانه اتس اوبسوليت تكنولوجي. فهمتوا اللي انا بقوله؟ فكانت الفكره ان هو الاجهزه دي تيجي في قسم هندسه طبيه عندنا او في مركز اللي كان البرمجيات، للاسف اللي ما عادش دلوقتي يعني يعتبر مش تبع القسم خلاص. كان زمان بالاجهزه دي بتروح المركز عشان تعلم الطلبه في التدريب الصيفي يتعلموا على الاجهزه، لان انت بمجرد ما شفت الجهاز بتبقى فاهم الجديد بعد كده بتقدر تفهمه. وده للاسف فرصه راحت يعني. المقابل طبعا للسكرابينج هو الديث، لان هو ما عادش بالنسبه، هو ديث بالنسبه لمين؟ ديث بالنسبه للمستشفى اللي كان فيها. لكن هو ممكن يخرج من المستشفى دي ويروح يشتغل في مستشفى تاني اقل في المستوى واحسن من ما فيش. يعني انتوا فاهمين الحته دي ولا مش فاهمين؟ يبقى الديث هنا مش ابسوليوت. يعني ايه ديث مش ابسوليوت؟ يعني ايه مش مطلق؟ الموت هنا مش بمعنى الموت المطلق. يعني لو انسان ومات ما ينفعش تيجي تقول له ايه تعالى بقى ناخدك ايه نستخدمك في بلد تانية، انت ما كنتش نافع في مصر هنحطك مثلا في نيجيريا. فاهمين قصدي؟ لكن الجهاز ينفع. يبقى الديث بتاع الجهاز مش بالضروره ان هو مطلق، لا ده ممكن يخرج من المكان ويروح في مستشفى اقل او في عياده اقل. احيانا بيصلح ان هو ما زال يمكن صالح للاستخدام لبعض الحالات اللي هي زي الاماكن اللي هي الدينيه اللي بتعمل الخدمات الطبيه المجانيه او اللي بيسموها تشاريتي وحاجات زي كده، دي اللي هي ممكن يبقى على الاقل المريض لقى خدمه، بدل ما يبقى صفر خدمه يبقى فيه نص الخدمه. فاهمين قصدي ولا مش فاهمين؟ ممكن بالظبط، ممكن طبعا. طيب ليه انا بدرس لكم الكلام ده؟ ليه انت ليه العالم، انا مش ده اختراعي، انا العالم كله يعني متوجه بقاله اكتر من 30 سنه ان هو يشرح البروسيس بالطريقه دي، لانه قال لك كل فيز من اللايف سايكل هيبقى ليها اداره مختلفه شويه عن اللايف سايكل الثانيه، عن الفيز الثانيه. يعني كل مرحله لها اسلوب اداره. زي الطفل، هل بتتعامل معاه بنفس الطريقه اللي بتتعامل بيها مع واحد عنده 12 سنه او 15 سنه او 20 سنه؟ يبقى كل مرحله عمريه لها طريقه معامله مختلفه، صح ولا لا؟ نفس الكلام الاجهزه، كل ما بتقدم بيبقى لها طريقه معامله مختلفه شويه ومتابعه مختلفه شويه. ده اللي هتشوفه برضه، المفروض هنشوفه مع بعض ان شاء الله. العمود الثالث اللي هو بالنبيتي ده اللي مكتوب عليه بروسيسز، شايفين كلمه بروسيسز؟ ده عباره عن تفاصيل ديتيلز اكتر للمرحله اللي هي زي الاكوزيشن هنا مثلا. يعني انا كاتب هنا فيها غالبا سبيسيفيكيشنز، انا كاتب يعني جواها هنا اللي هي رقم 2، شايفين اللي هي نيدز اسسمنت وبعدين سبيسيفيكيشنز وبعدين تندرنج وبعدين بروكيورمنت وهكذا. انا لو انا هعملها من اول وجديد هقسم النيدز اسسمنت والسبيسيفيكيشنز في مرحله اسمها سبيسيفيكيشنز، والاكوزيشن هخليها الثلاثه التانيين دول. خدت بالك يا ابراهيم؟ ليه بقى؟ لان هو فعلا يعني ايه نيدز اسسمنت اللي هو بالعربي، حد يترجمها لي بالعربي. تقييم ايه؟ لا بالعربي ترجمها مترجمه مباشره، ما تزودش عليها كلمه. تقييم الاحتياجات. فلما بتيجي تشتري لابتوب مثلا او بتشتري موبايل او بتشتري اي حاجه، بتعمل في ذهنك القصه دي بالفهلوه، بتعمل تقييم احتياجات. انا دلوقتي لما هجيب لابتوب طبعا في ميزانيه،
طيب هفترض جدلا الميزانيه مفتوحه، جدلا يعني which is not the case يعني، بس هفترض ان الميزانيه مفتوحه، فساعتها هتيجي تقول ايه؟ طب انا ايه اللي يخليني اجيب المواصفات اللي هي الاي 15 اللي انت كنت بتقولها؟ طبعا بهزر يعني، كان هي اي 11 اخر حاجه، ولا ما اعرفش كنت قلت لي ايه ساعتها؟ 13 اي 8000، واخد بالك ازاي؟ اذا كان في حاجه بقى صاروخ كده مش موجود في العالم، هو ده سوبر كمبيوتر، واخد بالك ازاي؟ وبيعمل لك البروسيسز مثلا مليون ضعف السرعه بتاعت الكمبيوتر العادي، هتهبب بيه ايه انت وانت طالب في لسه في سنه ثالثه او سنه ثانيه؟ فاهم قصدي؟ مش فاهم. انا بابا انا عايز الجهاز ده، انت عارف اللي هو لما طفل كده يشبط في اللعبه، انا عايز اللعبه دي، انت فاهم ازاي؟ ويخبط برجله بقى ويعمل مش عارف ايه. فاذا انا واحد، انا كبروفيسور دلوقتي في المرحله بتاعتي دي، انا اي دونت نيد كل المواصفات دي كلها، انا اخري ببقى عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل برزنتيشن، عايز اعمل محاضره، واخد بالك؟ لكن انا هعمل كالكوليشنز بقى في المرحله بتاعتي دي، واقعد اعمل مش عارف ايه وايتريشنز وكالكوليشنز، اي دونت دو ذات. فلما باجي من 15 سنه كنت بحتاج مواصفات اعلى بكتير من كده، دلوقتي قدام لايف سايكل برضه. فهمتوا اللي انا بقوله؟ فكل فيز من لايف سايكل ليها احتياجات معينه، خلاص؟ فالنيدز اسسمنت ان انت بتيجي تقول ايه، انا ايه اللي انا محتاجه في الجهاز اللي انا هشتريه. الموضوع ده على ان هو يبدو تافه، ان هو معقد جدا، وده برضو جزء من دور الكلينيكال انجينير في المستشفى الذي لا يفعله. ليه؟ هقول لما هشرحها لك هتفهم ليه. النيدز اسسمنت دي عباره عن ان هو بيجي الدكاتره اللي محتاجين الجهاز بيعملوا اجتماع مع بعض ويقولوا احنا دلوقتي محتاجين مثلا جهاز، بلاش نقول اجهزه بقى معقده كده، عايزين نجيب حاجه مثلا يعني تكون سهله شويه عليكم، بس بقى غير الاي سي جي يعني. انا قاعد افكر يعني دلوقتي، فهنقول مثلا جهاز تعقيم، كان في حد قال فيكم تعقيم من شويه كده، انت خلاص انت اللي هتسال دلوقتي. جهاز التعقيم ما هوش حاجه يعني نوع واحد، ده انواع. في تعقيم كيميكال، في تعقيم راديشن، وفي تعقيم بالبخار، في تعقيم جاف، وفي تعقيم بالبلازما. يبقى في قلنا كام نوع دلوقتي؟ خمسه، خلاص. وكل نوع بيبقى له يعني مكامن قوه ومكامن ضعف، يعني يبقى له سترينثز وويكنسز، خلاص. على ايه؟ على اساس ايه؟ على اساس الحاجه اللي هو بيعقمها. لحد كده كويس؟ طيب لو انت عندك حاجه بلاستيك برودكت، بالعقل كده من غير ما تاخد اي كورس خالص، واخد بالك ازاي؟ باللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا، هتقول غالبا انا مش هحطه في تعقيم البخار ولا تعقيم حراري عموما، لان هيحصل له ايه؟ هيسيح، واخد بالك ازاي؟ طب هي ايه المنتجات البلاستيكيه اللي انا محتاج ان انا اعقمها؟ ممكن تكون طبيه، ما حدش بيقول لي بقى بلاستيكيه مثلا زرار القميص مثلا، واخد بالك؟ ما هو ممكن تجيب اجابات عجيبه كده. لا طبعا، ليه الاجابه بتاعته غلط؟ ليه اجابه الجلوفز غلط يا جماعه؟ عشان ديسبوزبل. شفت ممكن الغلطات تحصل ازاي في الامتحان؟ عايزين نكون حاجه من اللي انا قلتها في محاضره من المحاضرات. طيب بس طبعا مين يجيبها؟ لا لا لا، انا ما جبتش سيره شباشب خالص. لا برضه لا، انا عايز اكزامبل من اللي انا قلتهم في المحاضرات، او حاجه ليها علاقه بالجهاز انا قلته في المحاضرات، بلاش اقول بلاستكس عشان نقول هو ما ينفعش يتعقم في البخار ولا في الحراري، مش هيخش جهاز تعقيم اساسا. ما اتكلمناش على كاثيتر ابدا. كاثيتر ما سمعتوش كلمه كاثيتر؟ حصل ولا حصلش؟ حصل. انت طبعا مش معايا بقى انك بتحضري يعني. يعني ايه كاثيتر اصلا؟ كاثيتر بالعربي اللي هو القسطره. القسطره. والقسطره ديت قلنا في قسطره، في انواع قسطره كتير. تسمعوا كلمه قسطره؟
يقول لك واحد راح عمل قسطره قلب وانت طبعا مهندس طبي بقى وحط رجل على رجل وعامل فيها بقى زعيم، واخد بالك ازاي؟ او يس اوف كورس، انت فاهم ازاي؟ قسطره، واخد بالك، وانت مش عارف المسكين اساسا اي حاجه، واخد بالك، فحاول تبدا يعني ايه؟ يعرف شويه حاجات. طيب فايه ايه القسطره بتاع القلب دي؟ متخيلين هي عباره عن ايه؟ واحد جاي بقى يعني راح فتح القفص الصدري كده، واخد بالك ازاي؟ وراح موسع جدع وحط ايه اللي هي قسطره ما اعرفهاش برضه، وحطها وراح قفل تاني، يعني مسكين عمل قسطره، واخد بالك؟ امتى تنتقل من مرحله رجل الشارع الى البايوميديكال انجينير؟ في مرحله فاصله كده، بتبقى لحظه فارقه ما بين ان انت تكون كنت زيك زي غيرك لحد ما تبقى لا مش زيك زي غيرك، اللي هي الكورس ده لبعضكم طبعا، في بعض التاني ما ماله ماليش دعوه بالموضوع. القسطره دي بتاعت القلب بتبقى عباره عن بيفتح في احد الشريان او فين بس يعني مع ايا كان يعني، وفي الاحيان بتبقى من الفخذ من الثاي، وبياخد لان هو بيبقى اكبر وهو محتاج شريان كبير شويه، وبيدككه كده بالبلدي كده، بيقعد يدككه لحد ما يوصل لحد المنطقه اللي فيها انسداد، وبعدين بيحط فيها يا اما بيبقى اخرها كاميرا يتفرج يشوف ايه اللي بيحصل، لو لقى انه فعلا الموضوع محتاج هو اوريدي عنده اشعه وعنده كل حاجه، فبيحط اللي هو الدعامه دي بتبقى عامله زي الخاتم كده، الخاتم ده بيتحط من جوه مش من بره علشان يخلي الارتري او البتاع مفتوح، فاهمين الفكره؟ ف جايدد باي يا اما الترا ساوند يا اما اكس راي، معظمها بتبقى اكس راي، واخدين بالكم من القصه دي؟ ده فكره القسطره بتاعت الايه دي يعني اكثر القساطر صعوبه. في قسطره بول مثلا بتتركب للمريض علشان بعد عمليه جراحيه ما بيقدرش بيتبول لا اراديا، فبيتحط له قسطره عشان ياخد البول بتاعه ما يوسخش نفسه، وانتوا لسه فاهمين الكلام ده، ده شغل طبي. وفي قسطره بتبقى بتخش ليه في الحالب نفسه علشان خاطر يكسر حصوه او يشوف اذا كانت الحصوه دي ممكن تتعمل فيها ايه. في قسطره بقى اللي هي بتتحط مع مثلا في غسيل الكلى علشان خاطر انتوا عارفين بتوع غسيل الكلى نسال الله العفو والعافيه بيبقى محتاج دايما ثلاث مرات في الاسبوع او احيانا مرتين وثلاث مرات في الاسبوع بيروح يغسل، فاللي بيغسل ده هو بيسحب منه دم بره الجسم وبيعمل له نوع من البروسيسنج ويرجعه تاني، فنقطه خروج الدم ديت بتبقى فيها قسطره زي بيرمننت وبتتقفل زي الـ زي الـ زي الـ زي بالظبط حاجه يعني فاهم زي الحنفيه كده بالظبط. فالقسطره ديت إذا أعيد استخدامها هتحتاج تتعقم. خلاص؟ دي لا يعاد استخدامها، بس أنا بتكلم على عشان تبقى أنت فاهم المبدأ. المهم في منتجات بلاستيكية تحت بند اسمه إيه؟ كاثيترز. واضح اللي أنا قلته؟ فلو أنت عايز تعيد استخدام الكاثيتر هتعقمه في بلازما أو هتعقمه في حاجة اسمها هيدروجين بيروكسيد. في تكنيكس يعني متعددة لا تؤثر على لا تستخدم الحراره في التعقيم، فاهمين اللي انا بقول؟ بيسموه تعقيم بالبلد بمصر، مصر كده بيسموه تعقيم على البارد. يقصد على البارد يعني هو ما فيش هيتنج اصلا في القصه. تمام؟ فلما بتيجي نعمل نيدز اسسمنت، انا بتكلم كل ده عشان موضوع النيدز اسسمنت. انت بتيجي تقول ايه؟ مجموعه الدكاتره الجراحين قالوا احنا محتاجين جهاز تعقيم. جهاز التعقيم ده هيعقم ايه؟ لو هيعقم مشارط ومقصات وادوات جراحيه معدنيه هيبقى التعقيم غالبا هيكون بايه؟ بالبخار، ستيم ستيريلايزيشن، فاهمين اللي انا بقول؟ لو هيعقم حاجات بلاستيكيه وحاجات بتتاثر بالحراره يبقى هيروح ناحيه البلازما، لو مش هيعمل ايه هيروح في كذا، فهمتوا بقى القصه؟ ده فكره النيدز اسسمنت. وبعدين وايه كمان؟ بيجي يقول لك طيب انت اجهزه التعقيم حد فيكم شاف الستيم ستيريلايزر شكله عامل ازاي؟ شفتيه برضه يعني هي ما شاء الله الوحيده. حد من الشباب يقول كده؟ لا مش برميل.
انت شفته فين اساسا؟ في قسم ايه مش مستشفى ايه؟ لو كنت شفته في المعمل ده اللي انت بتوصفه، لكن انا بتكلم على ايوه. لا انا بقول موجود فين؟ في قسم التعقيم المركزي، مش في جوه الديبارتمنت. اللي جوه الديبارتمنت ده هتلاقيه في عند الاسنان، عندهم جهاز تعقيم صغير، هتلاقيه في المعامل في جهاز تعقيم صغير، لكن انا بتكلم على جهاز تعقيم في التعقيم المركزي. ده جهاز كبير حجمه زي الدولاب كده، واخد بالك؟ فده بيسموه تعقيم بالبخار، بالانجلش اسمه ايه؟ ستيم ستيريلايزر. احد مواصفات الستيم ستيريلايزر ان انت بتختار الحجم بتاعه، الكاباسيتي كام لتر، الشامبر اللي جوه دي اللي بتحط فيها الحاجات اللي بتتعقم حجمها قد ايه، كبير ولا صغير. لو انت عندك مستشفى فيها 15 غرفة جراحة، الخارج بتاعها اللي عايز يتعقم اكتر بكتير جدا من الخارج بتاع مستشفى فيها 4 غرف جراحة بس، صح ولا لا؟ هل المستشفيتين هيشتروا نفس الحجم بتاع الاستريلايزر؟ الاجابة اكيد لا، وإلا يبقى عبيط ان هو يجيب، هو ممكن عنده مشكلتين، يا اما يجيب اوفر سايز يا اما يجيب اندر سايز، يا اما يجيب حاجة كبيرة زيادة عن اللزوم، يا اما يجيب حاجة اقل من الاحتياج بتاعه. وكل واحدة لها مضرها، كل واحدة لها عيوبها. لو انت عملت الاوفر سايز عيوبه ايه؟ كوست بس، صح؟ بس ده مشكلة، لان الكوست هنا كوست الجهاز نفسه والكوست بتاع تشغيل الكهرباء بتاعته، لان الكهرباء بتاعته تبقى اضعاف اضعاف الكهرباء بتاعة الجهاز الصغير، يبقى انت بتدفع فلوس على الفاضي. والاندر سايز مشكلته ايه؟ يا او ان انت مش هيستحمل كاباسيتي. بس ترجمي دي بقى للفاينل، للفاينل بروبلم بقى، ان هو مش هقدر اعقم كل حاجه، فهلاقي عندي حاجات ما وبالتالي ده هياثر على ايه؟ على العمليات الجراحيه بتاعتي. ان بدل ما اعمل 10 عمليات جراحيه هعمل لهم 5، وبالتالي دي بقى دي كارثه ثانيه. فهمت قصدي؟ السايزنج بتاع جهاز التعقيم مهم جدا. مين اللي يحسب السايزنج ده؟ الطبيب ولا المهندس اللي حط رجل على رجل وقاعد بياكل فول وطعميه طول النهار؟ مهندس طبعا، واخد بالك؟ يعني دي عشان تبقي انت فاهمه او انتوا فاهمين ده دور مين؟ الدكتور دوره ان هو بيجي يقول لك انت للكلينيكال انجينير بيقول له ايه؟ بيقول له انا عايز جهاز تعقيم بالبخار. احسب لي يا باشمهندس السايز المناسب بتاعي كام؟ طبعا انت يعني في ازاي اللي هو ايه يعني اللي بيحصل طبعا يعني معظم الاحوال للاسف، هو بيقول ايه؟ واحنا كان عندنا جهاز قد ايه يعني اللي فات القديم؟ 300 لتر. خلاص 300 لتر زي وخلاص، مش كان شغال قاعده كده اللي هي قاعده مصاطب يعني، واخد بالك ازاي؟ ومش كان شغال ابو 300 لتر يعني، يبقى عم فاهم ازاي 300 لتر وخلص. طب افرض اللي قبليك كان حمار وجاب 300 لتر غلط، تعمل انت زيه؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش يا شباب؟ الكلام ده مهم جدا. فحسابات السايز ديت دي فيها ماثيماتكس، لوت اوف ماثيماتكس. انا ليه متعمد هنا ما اشغلكش انا بموضوع الماثيماتكس دي دلوقتي؟ لان انا عايزك تفهم كونسبتس. انما اسهل حاجه عليا اطلع في على السبوره ونقعد نكتب لك شويه معادلات عشان تنبهر الله 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 ده الدكتور بيفهم اهو، واخد بالك ازاي؟ فهمتوا يعني ايه نيدز اسسمنت بالاكزامبل اللي انا ضربته ده؟ بعد ما عرفت انت احتياجاتك بتبتدي تحط مواصفات الجهاز. انا عملت كالكوليشنز في النيدز اسسمنت وقلت انا محتاج جهاز تعقيم بالبخار 500 لتر. يبقى دي اول سطر في المواصفات. هل المواصفات خلصت على كده؟ ما عدتش محتاج اي حاجه ثانيه غير السايز؟ لا، في طبعا. هتعرف منين؟ لابد تبقى فاهم يعني ايه اساسا ستيم ستيريلايزر. لو انت مش فاهم يعني ايه ستيم ستيريلايزر هتكتب مواصفاته ازاي؟ طيب. فلو انواع، هو كمان في حاجه اسمها جرافيتي وحاجه اسمها حاجه ثانيه غير الجرافيتي. المهم بيستخدم كسكشن، في بيحتاج سكشن عشان يفضي التشامبر من الستيم للسايكل اللي جايه. في واحد بيفضيها بالجرافيتي ان هو بيفتح بس فتحه كده فبينزل بتقله، وفي نوع تاني بيستخدم سكشن ماشين بحيث ان هو بيسحب البخار
في نوع مش عارف يعمل ازاي، في نوع بيقول لك مثلا طيب لو الكهرباء اتقطعت في وسط السايكل، يعني انت دلوقتي السايكل دي مدتها 20 دقيقة أو نص ساعة، وبعدين الكهرباء قطعت دقيقة في النص، هل ده هيأثر على العقامة أو جودة التعقيم اللي بتاعت الجهاز؟ اوف كورس ات ويل، لأنه دي أنت بتتعامل مع فيروسات واخد بالك إزاي، ومتحوصلة ومش متحوصلة وبلاوي زرق، ما بتموتش كده في، واخد بالك، هي طبعا مش الفيروس، الفيروس بتموت بمنتهى السهولة، أنا بتكلم على البكتيريا، في بكتيريا متحوصلة صعب جدا انها تموت. فسبحان الله ربنا خلق الفيروس ان هي اشد فتكا بالانسان من البكتيريا، ولكن الفيروس ضعيف جدا في مقاومة الظروف البيئية. ولذلك لما هم عملوا الفيلم بتاع الكوفيد ده، اللي هو انه الكوفيد ده فيروس نقطة بكتيريا، صح، وفيروس مخلقة في معامل، دي قولا واحدا يعني ما فيهاش كلام. المهم انه الفيروس ده لو قعد اكتر من اي دونت نو طبعا اكزاكتلي الوقت، لكن اكتر من ربع ساعه مثلا في الهواء الطلق بيموت. يعني مستحيل مستحيل علميا انه يكون في الفيروس ده موجود مثلا على الموبايل، واحد مثلا كان عنده كوفيد وكح فيه مثلا، فالفيروس بقى على الشاشه، وبعدين الشاشه انا سبت الموبايل ده كده نص ساعه وبعدين رجعت له، مستحيل الموبايل ده هيأذيني. فهمت قصدي؟ عشان يعديني لازم يكون يا اما فيس تو فيس دايركت كونتاكت مباشر، يا اما ان انا امسكه في وقت معين وذين ما اتعرض للايه؟ للانفكشن. واضح اللي انا بقوله؟ فطبعا راحوا عاملين بقى فيلم كبير جدا على الموضوع ده، الموضوع الكحول. انتوا طبعا كنتوا بتشوفوا موضوع الكحول ده هبل، انه ملوش علاقه باي حاجه علميه من اي نوع. الكحول ما بيقتلش الفيروسز اساسا، واخد بالك؟ ومضر جدا للسكين، خصوصا طبعا البنات اللي يهمهم القصه ديت، ده باكتر حاجه تنشف السكين الكحول ده. رقم ثلاثه يبقى لا بيقتل الفيروس ولا هو صحي، واخد بالك ازاي، ولا انت اصلا محتاج له. لو كان في ماده اخرى سحريه بتعمل الافكت ده انت مش محتاج لها، اذا كنت انت كيبنج الديستنس بينك وبين الناس اللي هي او الكونتاكت دايركت كونتاكت ده، فانت اخرك الكمامة. فاهمين ولا مش فاهمين؟ انما قدام كل في الناس يحطوها في الشوارع، انت فاهم ازاي؟ اللي هو ايه، يلا جنب مثلا، مش عارف متخيلها ازاي، يعني جنب مثلا محطه الاتوبيس مثلا وانت داخل محطه الاتوبيس، يلا كحول، يلا، انت فاهم ازاي؟ اشربوا بقى بالمره، انت فاهم؟ بيطهر فيري فيري سبيشال تايبس اوف بكتيريا، اللي هي تعتبر يعني مش مؤذيه يعني قوي للدرجه اللي انت متخيلها، يعني ممكن حاجات تتاكل مثلا، يعني ساعات بيحطوا، يعني الواحد بيبقى محتاج يعني، بس طبعا ما بيتحطش في الكحول، يعني بيتحط في حاجات ممكن تانية، بس ده مش موضوعنا دلوقتي يعني. المهم اللي انا عايز اوصل له هنا ايه؟ ان انت انا ايه اللي وصلنا لكده؟ كان في حاجه معينه سبيكس. المهم ان احنا بنتكلم على، قول تاني. ايوه هي دي. فلو الكهرباء قطعت في اجهزه محتاج ان انت تعملها ريستارت ويبدا السايكل من اول وجديد، وفي اجهزه لا يقدر ان هو يستحمل فتره انقطاع لمده عدد معين من الثواني، بروجرام ان هو يكمل السايكل ويعمل كومبنسيشن بطريقه معينه. ده نوع من المواصفات اللي هي بتتحط في بعض الاجهزه. ده نوع من الحاجات. في حاجات تانية كتير، الماتيريال اللي بتستخدم فيها، التشامبر اللي من جوه هتستحمل كام سايكل تعقيم، 10,000 سايكل، 20,000 سايكل، فاهمين قصدي، 100,000 سايكل، حاجات تانية كتير قوي. فده اللي هو، يبقى احنا كده اتكلمنا عن نيدز اسسمنت، اتكلمنا على المواصفات بسرعه طبعا، وبعد كده تندرينج. شايفين كلمه تندرينج وبيدنج؟ ايه التندرينج ده؟ التندر اللي هو المناقصه. يعني ايه مناقصه يا جماعه؟ مناقصه يعني انت لما تيجي عايز تشتري جهاز، بتيجي تقول لي يلا يا روان عندها شركه حلوه كده وبتاع، يا جماعه يلا نروح نشتري من عندها، القانون يسمح بذلك؟ لا يسمح بذلك. ليه ما يسمحش بكده؟
احسن سعر مع احسن مواصفات. الموضوع مش يعني اروح لشركه معينه كده اقول لهم هاتوا لي جهاز، لازم اعرض المناقصه ديت على الملأ بابليك. فمين يعني ايه بابليك؟ يبقى الناس كلها عارفه، وكل الناس الاليجيبل. يعني ايه اليجيبل؟ ان هم الناس اللي تنطبق عليهم الشروط يقدموا. ليه تحجب واحد وتسمح لواحد يخش وتاني لا؟ ليه؟ بناء عليه يعني عملت كده. فاهمين قصدي ولا مش فاهمين؟ يبقى المناقصه هي عباره عن ان انت بتعلن ان انت محتاج الجهاز بالمواصفات دي، وعلى الشركات الراغبه في التقدم للبيع انها تيجي تتقدم بعروضها الماليه والايه؟ والفنيه. تكنيكال وفاينانشال. اسم انا عايزك تفتكر الاسماء دي بالانجلش. يبقى في تكنيكال اوفر وفي فاينانشال اوفر. وكل العالم، مش احنا بس، احنا كل العالم من اول جزيره سيشل لحد الولايات المتحده الامريكيه، كل العالم بيطلب انه يبقى تو ديفرنت انفلوبس، مظروف مغلق مقفول، فاينانشال لوحده والتكنيكال لوحده. الفاينانشال بيروح لمين؟ بيروح لاداره الحسابات والمشتريات. والتكنيكال بيروح على مين؟ عليكم انتوا ومع الاطباء. فاللجنه اللي مشكله عشان تفحص تكنيكال ما تعرفش السعر ايه. ليه عملوا كده؟ ده صح برضه، ده صح. وممكن يبقى عايز يسترخص فياخد الرخيص وخلاص. فهو عايز يعمل تحييد كامل للايه؟ للتقييم الفني. اعمل لي تقييم فني ورتب لي العروض فنيا، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة. فهمتوا الحتة دي؟ وفي بقى عشان افهمك الدور بتاع كلينيكال انجينير قد ايه كبير، ان هو ممكن يبقى الصح بقى، الصح ان انت بتعمل حاجه اسمها بوينت سيستم سكورينج. يعني انا النهارده لما باجي اصلح لك الامتحان، ينفع اقول لك يا ناجح يا ساقط وخلاص وروح؟ لازم ادي لك سكور. فالسكور ده بيرتب الناس بيزد على تفوقهم. نفس الكلام بالنسبه للاجهزه، بحط سكور اقول الجهاز ده انا مديله 90 بوينتس من 100، الجهاز ده اخد 80 بوينتس من 100، الجهاز ده اخد 70 بوينتس من 100. طب البوينت سيستم ده هيتحط كده بالمزاج؟ لا، وانت بتحط المواصفه، بتحط قدام كل مواصفه مهمه سكور. يبقى انا عارف ان انا لما اجي اقول له ايه الفوليوم، انا محتاجه 500 لتر، ده موضوع مهم مش هزار. فانا هدي له مثلا 10 بوينتس او 20 بوينتس، واخد بالك؟ وممكن ساعات في المواصفات اجي ما اديلوش سكور اصلا، واخليه حاجه زي باس اور فيل. يعني ايه باس اور فيل؟ لو مش عندي 500 لتر استبعده اصلا، ما تبصلوش اساسا. يا ريت في الامتحانات يبقى في سؤال بالشكل ده، والله بتكلم جد. يعني انا لو انا في ايدي الامر هحط سؤال كده باس اور فيل، وبعد كده احط سكورز. يعني زي اللي كتب امي وابويا ده بتاع الاسبوع اللي فات، ده يبقى باس اور فيل. يعني انت ما ينفعش تبقى مهندس اساسا، واخد بالك؟ وانت بتفكر بالمنطق ده، مفيش منطق اصلا، مش عشان في منطق يعني. طيب فهمتوا بقى القصه قد ايه فيها تفاصيل، وان هو لا ده الكورس ده محتاج يتفهم كويس جدا للي عاوز يشتغل في هوسبيتال ككلينيكال انجينير. الاشكاليه اللي هي بتواجه الشباب اللي بيتخرج، او ممكن المهندسات اللي بيتخرجوا، ان هو بيقول لك طب السالري اللي انا باخدها مش سالري كبير، فانا هروح احسن لي اروح اشتغل بروجرامر، او اروح اشتغل في شركه صيانه نفسها، اروح على فيليبس مباشره، اروح على which is true. ولكن اللي بيشتغل في مستشفى وبيتقن العمل ده لمده 5 سنين مثلا، فرصه ان هو يروح يشتغل بعد كده في ده احد الدول العربيه او في العالم بره مصر عاليه جدا، لانه الخبره دي نادره مش كبيره. ليه نادره؟ لانه الناس ما بتقبلش على، لانه اول سالري بيبقى ضعيف. فهمتوا اللي انا بقوله؟ لكن لو انت قعدت واخدت الخبره بتاعتك واثبتت ان انت كنت بتعمل اللي انا بقوله ده، وبتعمل سي في حلوه كده، وبعد كده بتبعتها، فرصك للعمل ان شاء الله قويه جدا، بسالاريز قويه جدا.
انا بس بفهمكم المشي الموضوع ماشي ازاي. لكن معظم الناس بيقول لك ايه، انا يعني اول فاهم، اول سالري ده اهم حاجه في الحياه، فلو هو ده المعيار الوحيد اللي هو بيقرر بناء عليه خلاص. يبقى عملنا المناقصه، شايفين كلمه تندرينج دي، وبعد كده بروكيورمنت يعني بقول له خلاص انت اترسى عليك يعني انت وقع عليك الاختيار، خد داون بيمنت. يعني ايه داون بيمنت؟ مقدم، ورد لي الجهاز وتاخد بقيه فلوسك بعد ما تورد، وشويه اجراءات قانونيه كده وشرائيه مالناش دعوه بيها. وبعد كده الشركه بتقوم جايبه الجهاز وتوصله لحد المخزن بتاع المستشفى. لو وزاره الصحه هي اللي بتشتري الجهاز، عاده ما بيروحش على المستشفى مباشره، بيروح على المخازن الرئيسيه بتاعت وزاره الصحه الاول، ومن ثم يتوزع على المستشفى بعد كده، واخد بالك؟ ساعات بيبقى عندهم مناقصات، يقول لك ايه، انا عايز اشتري مثلا 1000 جهاز غسيل كلى، هو مش عارف، هو مش بالضروره عارف ال1000 دول هيروحوا فين، بس هو عارف ان هو محتاج كل سنه 1000. انت فاهم؟ لو انا عندي تحت ايدي 200 مستشفى والخبره القديمه بتاعتي بتقول ان انا كل سنه بشتري 1000، فهمت اللي انا عايز اقوله؟ فساعات المستشفى دي بتحتاج 10، وساعات تحتاج 5، وساعات تحتاج 20، فهمت قصدي ايه؟ فهو بيجيب التوتال وبعدين بعد كده بيوزع. يبقى الستورج يا اما يكون سنترال وبعد كده يتوزع على المستشفيات اللي هي اللي بتحتاج، او يروح على المستشفى مباشره ديبندنج على الكيس. طبعا على العمود الاخير ده اللي هو الكومنتس فيه تفاصيل اكتر تقروها، مش محتاجاني يعني، انا هكمل العمود الثالث ده. فبالنسبه للانستاليشن، شايفين كلمه سايت بريباريشن دي؟ سايت يعني ايه سايت؟ الموقع. يبقى preparation site preparation بالعربي تجهيز الموقع. يبقى تجهيز الموقع ده بيبقى قبل ما الجهاز يركب. يبقى هو بيجي يقول له ايه، انا عايز، انا يعني انا المهتم بالكورس ده، انا يعني I invite him او يعني اشجعه جدا ان هو يحضر ولو مره في حياته تركيب جهاز اشعه مثلا، او تركيب جهاز MRI، او تركيب جهاز CT، الاجهزه اللي هي الكبيره دي، لان هو بيحتاج يوصل كهرباء من الارض. متخيلين؟ يعني الارض دي، الارضيه بتاعت الجهاز ما هياش بلاط وخلاص، الارضيه بتاعت الجهاز دي عباره عن تو لاير. اللاير اللي هي البلاط زي اللي انتم بتشوفوه كده في البيوت او في الاماكن الاخرى، وبعدين في كابلات كهرباء، وبعدين في لاير تانية بعدها عباره عن حاجه كده عامله زي، شوفوا السقف الصناعي عامل ازاي، بس بقى ارضيه صناعيه، بس طبعا بتستحمل انك تقف عليها والى اخره. فبيمرر كابلات. ليه بيمرر كابلات من الارض؟ لان هو انتوا شفتوا منظر السي تي بيبقى عامل ازاي مثلا؟ بيبقى في وسط الاوضه كده ازاي؟ حد فيكم شاف المنظر ده؟ ده تبقى يعني صعب جدا يا جماعه توصلوا لسنه ثانيه طبيه ما شفتوش منظر سي تي او 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 ام ار اي وهو راكب صوره، تمام؟ بيبقى في وسط الاوضه، واخد بالك؟ طب عشان يركب في وسط الاوضه دي هوصله كهرباء بقى، كابلات من السقف كده مدلدله وبتاع، مش ممكن. فلازم كل حاجه تبقى مين؟ حتى من ناحيه الامان، ومن ناحيه الجماليه، ومن ناحيه كل حاجه، تبقى كل حاجه طالعه من الايه؟ من الارض. فيبقى في دي بيسموها بريباريشن. ممكن يقول له انا عايز قبل ما اركب تاكد معايا انه في مثلا التهويه بتاعتي بتوصل درجه حراره كذا. عايز اتاكد ان الاضاءه بتاعتي كذا، عايز اتاكد ان مش عارف، متخيلين؟ كل ده بيطلبه من مين؟ من المستشفى. المستشفى بتحقق له الايه؟ الطلبات دي. هو بيجي، اسمع بقى اللي انا هقوله دلوقتي ده، اخر 5 دقايق تبقى دايما هي ايه؟ اصعب 5 دقايق. الشركه جت وراحت قايله ايه؟ لا الجهاز كده، الموقع مش جاهز. الموقع مش عاجبني. ومدير المستشفى بيقول الموقع عاجبني. مين اللي يفصل بينهم؟ سيادتك. فهمتوا دوركم برضو؟ ان انت بتيجي طبعا لو انت اخدت رشوه هتعمل ايه؟ الموقع زي الفل يا دكتور، واخد بالك ازاي؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ طبعا يعني هي ما بتجيش بالبشاعه دي، بس بتبقى في كده يعني جزء منها بتبقى في الحته دي. فانت طبعا كمهندس طبي بتاخد، انت بتعرف منين؟ انت بتيجي تقول للشركه اديني الريكوايرمنتس بتاعت البري انستاليشن ديت قبل، وانت بعد ما وقعت العقد انت مصحصح، فبتقول له اديني ايه الاحتياجات بتاعتك اللي انا جاهزها لك في الموقع من قبلها بشهرين.
او 3 اشهر. فهمتوا قصدي ولا ما فهمتوش؟ عبال ما انت ستك تجيب الجهاز من اوروبا ويعدي من الجمرك ويخلص جمركيا ويتنقل لحد عندي في المستشفى، كنا انا عملت ايه في الوقت ده؟ ايوه فهمتوا اللي انا بقوله؟ بينما المهندس بقى الفاشل هيعمل ايه؟ الله ينور عليه، فيضيع المستشفى ايه؟ شهرين كمان. يبقى فهمتوا فائده الكلينيكال انجينير للمستشفى ايه؟ وكثير من الناس ما بيعرفوش يعبروا عن اللي انا بقوله ده، لما يجي عايز يسوق نفسه عايز يعرف الناس، فانت بتكتب في السي في بتاعتك بعد سنتين او ثلاثه من الشغل، انا وفرت على المستشفى كذا وكذا وكذا وكذا، عن طريق ان انا البري انستليشن كنت بعمله من قبلها بكذا، عن طريق المواصفات كنا بنعمل فيها كذا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ دي السي في بتتكتب كده، مش السي في انا خريج مدرسه، واخد بالك ازاي، نيفرتيتي الابتدائيه وجبت 95.5 في الثانويه، ومش انا بشوف سيفيهات مخزيه، اللي هو انت مهندس، انت فاهم ازاي؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانشطتي انا العب، بحب العب بلياردو، واخد بالك ازاي، وبحب اتفرج على مش عارف ماتشات ايه، هبل بشوف، يقول لك انا عشان بس ابقى كول، انت فاهم ازاي؟ يعني واخد بالك، بنشوف سيفيهات والله بجد يعني حاجه غريبه الشكل. فكل واحد في تخصصه، انا بقى بشرح في تخصصي هاو تو رايت يور سي في ويل باللي انا بقوله ده. فاللي مركزين معايا وحابب يمشي في الكارير ده هيجي بعد 3 4 سنين هيبقى قيمته السوقيه، عارفين ايه القيمه السوقيه؟ قيمته في السوق، الفاليو بتاعته في الماركت عاليه جدا. وممكن واحد بيشتغل ومش عارف يعبر عن نفسه، فانا شغال واخد بالك ازاي وخلاص. يبقى احنا خلصنا البروكيورمنت، اللوكال ستورج، سايت بريباريشن، الانستاليشن واضحه هو بيركب، وبعد كده الكوميشننج. فالكوميشننج ده بنيجي نقول مثلا كشاف عمليات. كشاف العمليات ده يعني المفروض ان هو استلامه سهل خالص. ايه يعني؟ بينور يا فندم؟ اه بينور، يلا استلم. ده مين اللي هيعمله؟ ده طالب سنه اولى بايوميديكال هيعمل كده. طالب سنه ثانيه بعد ما يخلص معايا الكورس، لو انت عايزه تعملي تريننج بعد كده في السمر، هتبقى ليكي قيمه في المكان اللي هتعملي فيه تريننج، لانك هتقولي لهم الكلام اللي انا بقوله ده. طيب هتستلم الكشاف العمليات بناء على ايه؟ اه ده لونه فضي وانا طالبه لونه فضي، واخد بالك ازاي؟ تعالى كده نمسك نجرب كده اللون هيروح ولا لا، نجيب حته قطنه كده واخد بالك، تعالى نجيب كبريت ونشوف اذا كان جلد حقيقي ولا مش كده. النظام بقى اللي هو ايه؟ شغل الشوارع ده، فاهم؟ ولا نعمل ايه طيب؟ عشان نستلم جهاز كشاف عمليات. مش عارفين لسه؟ ليه؟ انتوا جاوبتوا عليها من ايام ما كنا بنتكلم في اللمبه. قلنا 4 5 حاجات. والويف لينث والالمينيشن والواتج والحراره والمش عارف، مش قلنا كل الكلام ده؟ طبعا انا حصل معايا الموقف ده، مش ما حصلش، كان الكلام ده بروبلي من 20 سنه مثلا، وكان احد المستشفيات في الصعيد، وكان الشركه اللي وقع عليها الاختيار وردت فعلا كشافات عمليات كتير، لان المستشفى كانت جديده واول مره بتركب فيها بتاع، كان فيها يمكن 10 اوض عمليات، وكل اوضه عمليات بتحتاج كشافين مش كشاف واحد، ف 20 كشاف. الكشاف النهارده ثمنه ممكن يخش له في نص مليون جنيه الواحد. ايوه كشاف عمليات نص مليون جنيه. ف لا ما هو دي قصه بقى طويله، لان هو طالما انت سيادتك، بقول سيادتك مش انت يعني، سيادتك اللي هو انت مش عايز تعمل صناعه في بلدك وتعملها انت، اللي بيجي يعملها بيحط رجل على رجل، واخد بالك ازاي؟ ادفع، ومش عاجبك انت حر، فاهم؟ فهو الفكره في ايه؟ ان هو الجهاز مثلا في بلده مثلا يعني ثمنه مثلا 5000 دولار، وبعدين بيتعمل له شحن وتامين بيوصل بلدك انت بيبقى ب 7000 دولار، وبعدين الوكيل عايز يكسب فبيحطه ب 9000 دولار، فاهم الطريقه ماشيه ازاي؟ فالموضوع لو انت صنعته هنا هيكلف 3000 دولار. ولذلك انا دايما اقول هذا الكلام، ان هو ما كناش احنا نبدا صناعه وطنيه ونوطن هذه الصناعه، ما يكونش مجهود فردي، يكون مجهود جماعي، ويكون الشركات الكبرى من غير ذكر اسماء يعني، الشركات الكبرى اللي هي شغاله في مجالات زي الثلاجات والتكييف والمش عارف ايه والحاجات دي، تبتدي تبقى لها خط انتاج اجهزه طبيه، هتفضل هيحصل عندك نزيف اقتصادي،
ان انت هتفضل تدفع فلوس بدون سبب زي ما انت بتقول. طيب، ولذلك انا بديكم بعض الايه يعني المعلومات الخفيفه زي الجزء الاولاني، هو موضوع التصنيع، الريسك مانجمنت، ازاي تعمل فايل عشان تقدر تاخد اف دي ابروفال، ازاي، فاهم قصدي ايه؟ بحطك على اول الطريق، بعد كده انت تنطلق تكمل. اخر حاجه بقى اللي هو مانجمنت اوف اوبريشنز، دي اللي هنقعد فيها ان شاء الله المحاضره الجايه. وبعدين دي كوميشننج احنا شرحناها، والسكرابنج احنا يعني اتكلمنا عليه برضه بمنتهى السرعه. طيب، نشكركم على الاستماع، وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله.